حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في جولة صحفية جديدة في صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من المدى. 360 مليار دولار قيمة تكاليف الفساد في العراق. نقرأ في الزمان: إلزام الوافدين والمغادرين العراقيين والأجانب بإبراز بطاقة التلقيح. في العربي الجديد: العراق ترقب لوساطة إيرانية بعد فشل اجتماع العامري وصدر. في واشنطن تايمز: هجمات الفصائل على الأمريكيان ستزداد خلال عام 2022. نطالع في القدس العربي: سيول، كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين من مطار في بيونغ يانغ. نقرأ في الشرق الأوسط: مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنرد على روسيا إذا اختارت التصعيد. وفي موقع عربين 21: إصابة الشيخ رأس صلاح و50 أسيرا بفيروس كورونا. أرقام وحقائق مثيرة للتساؤلات بشأن المخدرات في العراق في مقال للكاتب أكرم عبد الرزاق المشهداني. تصاعدت في الآونة الأخيرة مطالبات من مختلف المستويات تحذر من مخاطر تفاقم آفة تناول المخدرات في العراق، ولا سيما بين الشباب وصغار السن. وتحول العراق من منطقة عبور للمخدرات إلى بلد مستقبل ومستهلك للمخدرات بأنواعها التقليدية والمستحدثة. وتحذر أيضا تقارير من انتشار موضوع زراعة المخدرات في بعض أنحاء العراق، وثمة نداءات واستغاثات بحلول عاجلة لوضع نهاية لهذه المشكلة التي تتزايد في تناول المخدرات بين الشباب في المجتمع العراقي عامة. لعل أخطر تصريح رسمي صادم هو الذي تحدث عن نسبة 50% من الشباب العراقي المتورطين بالمخدرات، وسواء كانت النسبة هي 50% من عموم الشباب العراقي أو كانت هي نسبة النصف من بين المتهمين المتورطين بجرائم المخدرات. وأرى أن الخيار الأخير هو الأدق والأصح، فليس بالمقبول أن نصف الشباب العراقي مدمن على تناول وتعاطي المخدرات. وفي كل الأحوال فإن هذا يدق ناقوس الخطر أمام جميع المعنيين بأمن البلاد ومستقبل الشباب. المؤكد أن إشكالية انتشار المخدرات في العراق بدأت بالتفاقم بعد احتلال العراق عام 2003، إذ كان العراق قبلها مجرد ممر لتلك المواد، وكانت المنظمات الدولية تصنف العراق بأنه من أنظف البلدان من آفة تعاطي المخدرات، إلا أن الانفلات الأمني والحدودي الذي شهدته البلاد أدى إلى اتساع تلك التجارة ووصولها إلى حدود غير مسبوقة. ويشير مراقبون ورؤساء منظمات معنية بمتابعة ملف المخدرات في العراق، يشيرون إلى أن الجهود الرسمية لا تتناسب مع حجم الانتشار الكبير، وتقتصر على مكافحة صغار التجار وعدم ملاحقة المتورطين الرئيسيين فيها لارتباطهم بجهات سياسية نافذة وميليشيات مسلحة لا تتورع عن اغتيال ضباط مكافحة المخدرات، فضلاً عن أن عدم حسم ملف المنافذ الحدودية يعد أحد أكبر العراقيل أمام هذا الملف، خصوصاً كون الحدود الشرقية تعتبر المصدر الأكبر لدخول المخدرات إلى العراق. وأضاف الكاتب أن هذه الكارثة والظاهرة في العراق تحتاج إلى تكاتف شعبي ودعم مفتوح من الحكومة لإنقاذ الشباب العراقي من المخدرات. نبقى مشاهدين الكرام مع صحيفة الزمان والكاتب أكرم عبد الرزاق المشهداني الذي قال: لقد أصبحت اليوم تجارة المخدرات وتناولها ظاهرة خطيرة انتشرت في عدة محافظات عراقية، الأمر الذي أصبح يقلق الجميع.
فقد تزايدت مشكلة انتشار المخدرات في العراق التي وصلت إلى حدود قياسية فيما يتعلق بنسب تناولها بين الشباب وانتشار ظاهرة تجارتها، الأمر الذي يدخل البلاد في معضلة يصفها متخصصون بأكثر خطورة من الإرهاب. خطر المخدرات لا يقل خطورة عن خطر الإرهاب إن لم يكونا وجهين لعملة واحدة، وتبدو المؤسسات الرسمية للأسف في كثير من الأحيان عاجزة عن حل تلك الإشكالية، خصوصاً مع حديث مراقبين وسياسيين في أكثر من مناسبة عن أن تلك التجارة تدار من قبل ميليشيات مسلحة وأحزاب سياسية نافذة. إن المخدرات بأنواعها صارت تلعب دوراً هداماً وفتاكاً في صحة المجتمع والأفراد، فهي آفة تهدد وتدمر الشعوب وتحديداً الشباب والمراهقين الذين يعدون بيئة خصبة لتعاطي السموم المحرمة شرعاً وقانوناً نظراً للمخاطر الجسيمة المترتبة على التعاطي، كما أن مشكلة المخدرات بأبعادها النفسية والاجتماعية والاقتصادية باتت في غاية التعقيد، حيث تتشابك وتتقاطع الجهود الأمنية والثقافية والتربوية والإعلامية في زيادة الوعي بأخطار هذه الظاهرة. ويلاحظ على أداء هذه المؤسسات في إسناد الدور الأمني بأنه أداء قاصر ومتعثر، تجدها تنجح حيناً وتتعثر أحياناً في مهمتها. يجب تشديد العقوبة على المروجين للمخدرات وتجارها ومهربيها بما تصل إلى الإعدام، سواء بتعديل التشريع أو توجيه القضاء لذلك. أثبتت الوقائع أن هناك عدة أسباب لانتشار هذه الظاهرة بين فئة الشباب، أبرزها البطالة، ولا بد من حلول عاجلة لوضع حد لمشكلة البطالة بين الشباب. وأكد الكاتب وجوب اشتراك جميع الجهات المعنية من أمنية وقضائية وتربوية في تنسيق الجهود لمعالجة انتشار هذه الآفة، ويكون التنسيق على أعلى المستويات، ونطالب بلجنة عليا لمكافحة المخدرات. عن دور الاقتصاد السياسي للقطاع الخاص في العراق كتب عماد عبد اللطيف سالم مقالا في صحيفة المدى جاء فيه: بينما يعتاش القطاع الحكومي أو القطاع العام ويتطفل على الريع النفطي وهو عائدات وصادرات من النفط الخام، ويستخدم في ترسيخ ظاهرة الدولة العميقة لترسيخها وإدامتها سياسيا، وهي دولة موازية أكثر قوة ونفوذا وفاعلية من الدولة التقليدية لأنها أكثر تحررا من رقابة السلطات الأخرى عليها وأكثر حرية في العمل والتصرف منها، وبينما يسمح ذلك لهذه الدولة العميقة بمقايضة الرواتب والوظائف والمناصب والامتيازات الخاصة بالصوت الانتخابي. بينما يحدث كل ذلك على مستوى فوقي دولتي معين من الاقتصاد، يعمل القطاع الخاص في العراق حالياً على مستوى بنى تحتية تابعة للمستوى الأول، ويقوم بأداء وظائف وأدوار سياسية من خلال ممارسته لأنشطة اقتصادية محددة ومرتفعة الربحية، يكون هدفها الرئيس هو خلق ومراكمة رأس المال المالي اللازم لضمان سيطرة القوى السياسية الرئيسة الحاكمة والمتحكمة في العراق الآن، وضمان تقاسم رأس المال هذا وتوزيعه ومحاصصته بين هذه القوى ذاتها لأطول مدة ممكنة، وتقديم مبررات شرعية ومشروعة لتبرير التشبث به وعدم السماح لأي قوى أخرى عداها بانتزاعه منها. وهذا الدور وهذه الوظيفة للقطاع الخاص في العراق ليست جديدة، لقد سبق للدولة العراقية في مراحل سابقة وإن قامت بخلق وتوظيف قطاع خاص موازن للقطاع الخاص التقليدي وأوكلت إليه مهام وأدوار مشابهة لهذا، غير أن الفرق بين الحالتين هو أن تلك الدولة لم تكن متماهية مع هذا القطاع، وكانت مستقلة عنه تماماً ومترفعة عليه،
وكان هو من يتطفل عليها، كما لم تكن هذه الدولة تستمد أسباب بقائها ونفوذها وهيمنتها منه كما يحدث الآن. نبقى مشاهدين مع مقال الخبير الاقتصادي عماد عبد اللطيف الذي أكد أن في العراق القطاع الخاص في العراق كان دائما اقتصاديا، أما الآن فقد أصبح هذا القطاع سياسيا بامتياز ويتمتع بحصانة سياسية هائلة تجعله عابرا للمساءلة والرقابة والملاحقة والعقاب، وتجعله غير مكترث بالآليات أو الطرائق القانونية التقليدية التي تعمل هذه الترتيبات الرادعة في إطارها العام. منذ عام 2003 وإلى الآن يمارس هذا النمط الخاص من القطاع الخاص نشاطه الاقتصادي في مجالات رئيسة، هي نشاط الاستيراد الذي يشمل نطاقاً واسعاً من السلع ليقوض بذلك أي إمكانية للنهوض بإنتاجية القطاعات الرئيسية ويضعف قدرتها الضعيفة أصلاً على المنافسة، ويعمل على تفكيك سلاسل القيمة الخاصة بها زراعة، صناعة، مستلزمات بناء وتشييد، أدوية ومستلزمات طبية، صناعات غذائية وكيماوية، نشاط المقاولات الحكومية حيث لا إمكانية لأي تحديث وتطور في البنى التحتية الأساسية، نشاط التعليم حيث لا إمكانية لأي تحديث أو تطور في نظام ومنظومات التعليم القائمة حالياً والتي باتت الآن من بين المنظومات الأكثر تخلفاً والأدنى نوعية مقارنة حتى بدول متخلفة أخرى، نشاط المضاربة والتجارة غير المشروطة وتهريب العملة وغسيل الأموال والإفلات من السلطات الضريبية والجمركية، حيث لا إمكانية لتحقيق أي استقرار مالي أو نقدي، وفي المحصلة ستنتكس جميع المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسة معدلات نمو الناتج والتضخم والبطالة وتكوين رأس المال الثابت، وستقمع المبادرات والمشاريع الريادية الفردية والجماعية في جميع المجالات، وتختفي الحوافز اللازمة للعمل والاستدامة، وستتحول أي خطة أو استراتيجية تنموية إلى مجرد خدعة أو أكذوبة نظرية لا قيمة ولا معنى لها على أرض الواقع. ما هو الحل بعد هذا كله؟ يقول الكاتب بكل بساطة ومن دون إعادة لكثير ومن دون إعادة اختراع لعجلات كثيرة بعضها حداثوية شكلا كما يقول الكاتب وبعضها عفى الزمن على مضمونها، فإن العراق الآن بحاجة إلى دولة مؤسسات قوية، بمعنى دولة فاعلة وحديثة قوية تؤمن عناصرها الرئيسة بالتداول السلمي للسلطة وبإدارة الثروة والموارد الوطنية وتخصيصها على أساس منصف وعادل وكفوء، وليس دولة أبوية استبدادية. هذه الدولة هي دولة تعمل بنظام السوق الاجتماعي. كشف موقع ميدل إيساي عن مذكرة سرية تتضمن محادثة بالرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير تظهر عدم اهتمامهما بما سيحصل في العراق بعد الإطاحة بنظام الرئيس العراقي صدام حسين. جاء في المذكرة التي كتبها كبير مستشاري السياسة الخارجية لبلير حينها وهو ديفيد مانينغ أن جورج بوش قال لتوني بلير إنه لا يكترث لمن حل محل صدام حسين عندما خطط الثنائي لحملة علاقات عامة لشن حرب على العراق قبل عام من الغزو. أكد كبير مستشاري السياسة الخارجية لبلير أن مستشارة الأمن القومي الأمريكية كونداليزا رايس قالت في اجتماع كروفورد إن 99% من أفراد القيادة المركزية الأمريكية لا يعلمون شيئاً عن خطط حرب العراق، كما ذكر مانينغ كيف تلاعب بوش وبلير بالحرب في مسألة إرسال مفتشي الأسلحة إلى العراق، واعتبر موقع ميدل إيست آي
أن المذكرة بمنزلة المرجع الأول لاستراتيجية انتهت بإنشاء ملف مخادع سيء السمعة من المعلومات الاستخباراتية الملفقة في قضية حرب العراق، التي تم الاعتراف لاحقاً بأن التفاصيل الرئيسية عنها خاطئة، ونبه إلى أن المذكرة تعمل على تقوية النتائج المركزية للتحقيق العام في الحرب التي قادها جون تشيلكوت، الذي خلص في عام 2016 إلى أن المملكة المتحدة اختارت الانضمام إلى الغزو قبل استكشاف الخيارات السليمة، وأن بلير بالغ عمداً في تضخيم التهديد الذي يمثله صدام، وأن بوش تجاهل تقديم المشورة بشأن التخطيط لما بعد الحرب. تعزز هذه المذكرة ما توصل إليه التحقيق الذي أجري بشأن الحرب والذي رأسه جون تشيلكوت. كان ذلك التقرير قد خلص في عام 2016 إلى أن بريطانيا اختارت الانضمام إلى الغزو قبل البحث عن خيارات سلمية لحل المشكلة، وأن بلير تعمد المبالغة في تصوير الخطر الذي يمثله صدام، وأن بوش تجاهل النصح الذي قدم له بشأن التخطيط لحقبة ما بعد الحرب. ماذا يحدث في النقد؟ هنا يتساءل الكاتب عبد الله سعافين ويجيب عن سؤال في مقاله، وأجاب عن سؤاله بما يأتي: ما يحدث حاليا في النقب هو تنفيذ مشروع استيطاني ضخم تحت شعار تشجير الصحراء، الذي تتخذه دولة الاحتلال ستارة لتهجير الفلسطينيين وتجريف أراضيهم وبعثرة قراهم وبيوتهم وثم طمس هويتهم. إن الحرب المعلنة على النقب التي ينفخ في نارها رئيس حكومة الاحتلال الحالي نفتالي بنيت هدفها تصعيد الاستيطان العنصري الصهيوني الذي يمثل فيه المستوطنون طلائع الصهيونية الراهنة. تبلغ مساحة النقب 14,000 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 52% من مساحة فلسطين البالغة 27,000 كيلومتر مربع، وتعتبر صحراء النقب الممر الطبيعي بين آسيا وأفريقيا ونقطة العبور الجنوبية من فلسطين بين المشرق والمغرب العربيين. لم يكن الجزء المحتل من فلسطين عام 1948 على أجندة اهتمام منظمة التحرير الفلسطينية منذ أن تولى ياسر عرفات قيادتها، وهو ما أورثه للحركة التي قادها وهيمن على قرارها طوال 60 عاماً. في المقابل كانت منطقة النقب بالذات محط أنظار الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس في وقت مبكر يعود إلى ما قبل اندلاع الانتفاضة الأولى أواخر عام 1987 بسنوات طويلة. فقد كان الشيخ دائم التردد على منطقة راهط وغيرها من المجتمعات البدوية المستقرة، وكان هدفه بث الفكرة الوطنية المستندة على الهوية الإسلامية للأرض وسكانها في مقابل الجهد الصهيوني الجبار المبذول في أسرلة النقب باعتباره درة التاج في المشروع الصهيوني، كما عبر عن ذلك ديفيد بن غوريون بقوله: إن لم نصمد في النقب فستسقط تل أبيب. الانتفاضة الحالية ليست طفرة، وإنما هي نتاج تسلسل طبيعي في علاقة فلسطيني النقب بالمؤسسة الصهيونية وذروعها المختلفة، وهي تضرب مشروع الأسرلة وتجنيد الفلسطينيين، فلسطيني النقب تضربها في الصميم، كما يلاحظ هنا الكاتب ياسين عز الدين الذي قال: الانتفاضة الحالية ليست حدثا طارئا، بل هي تطور طبيعي لمسار بدأ منذ الانتفاضة الأولى عندما عملت الحركة الإسلامية على توعية الشباب البدوي، مما أدى إلى تراجع كبير في نسبة التجنيد. من أخبارنا المنوعة في صدى الأقلام، أعلنت حكومة العاصمة الكورية الجنوبية سيول أنها ستستثمر أكثر من 9 مليارات وون في عام 2022 في المشروعات التي تستغل التقنيات الرقمية المتطورة.
وكمشروع الميتافيرس وهو العوالم الافتراضية والبيانات الضخمة والذكاء الصناعي. وذكرت حكومة سول أن ما يصل إلى 1067 مشروعا، بما في ذلك المشروعات التي ستنفذها أحياء المدينة البالغ عددها 25 حيا، ستستفيد من الخطة الاستثمارية للمدينة من أجل التحول النموذجي إلى الرقمنة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء يونهاب كوريا الجنوبية للأنباء. ومن بين إجمالي الاستثمارات المخصصة لمشروعات المدن الذكية التي تسعى إلى الجمع بين تقنيات الميتافيرس والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، ستخصص أكثر من 6 مليارات وون لإقامة بنية تحتية رقمية لتحسين الخدمات المدنية، وستمول المدينة ما يقرب من 250 مشروعا من هذا القبيل في عام 2022. قبل الختام مشاهدينا الكرام، نبقى مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. في نهاية جولتنا الصحفية صدى الأقلام من الرافدين، تقبلوا تحيتنا، إلى اللقاء.